بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2008 اللي بنقدمها لكم تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. في الدرس اللي فات شفنا إن احنا عملنا اتصال ما بين قاعدة البيانات بتاعتي أو ما بين السيرفر على الشبكة وما بين السيرفر اللي موجود عندي على الجهاز، وعرفنا إزاي ان انا اقدر ان انا اتعامل بالشبكة مع انستانس او قاعدة بيانات موجودة على جهاز بعيد خالص عن الجهاز بتاعي. في الدرس دوت ان شاء الله هناخد طريقة تانية برضو للتعامل مع الشبكات، وهنتعامل مع الشبكة مع الجهاز السيرفر اللي عليه قاعدة البيانات اللي انا عايز اشتغل عليها عن طريق الريموت ديسكتوب، عن طريق حاجة اسمها الريموت ديسكتوب، ودي حاجة موجودة في الويندوز بقدر من خلالها ان انا اتعامل مع اي جهاز. اقدر ان انا اجيب الديسكتوب بتاع اي جهاز عندي على الشبكة واتعامل معاه كأن انا قاعد على الجهاز بتاعي دوت. يعني انا ببقى قاعد على جهازي وفي نفس الوقت قدامي شاشة الجهاز السيرفر اللي انا عايزه يظهر قدامي على الشاشة او اللي انا عايز اتعامل معاه. طبعا عشان اتعامل مع الريموت ديسكتوب لازم الجهاز السيرفر اللي انا عايز اخش عليه يكون سمح لي اصلا بالدخول، ولازم يكون ليا يوزر على الجهاز دوت، لازم يكون عندي يوزر على الويندوز بتاع الجهاز دوت. دي حاجة تانية. حاجة تالتة ان برضو لازم اليوزر اللي بحطه على الجهاز دوت لازم يكون ليه باسورد، ما ينفعش ان انا احط اليوزر ملوش باسورد. المزيد من المعلومات عن الموضوع دوت وعن موضوع الشبكات بشكل عام في موقع وقف اونلاين في سلسله دروس دي، الكورس اللي اسمه كورس مايكروسوفت كامل للاخ الاستاذ قصيد مور. طبعا هو افضل مني في المجال دوت بكتير. يرجى ان احنا لو حبينا ان احنا نعرف المزيد عن الريموت ديسكتوب وعن مواضيع الشبكات بشكل عام ان احنا نرجع للكورس دوت، ولكن انا هنا هتعامل مع الموضوع دوت في الجزء اللي يهمنا كسيكوال سيرفر 2008. طيب، اول حاجة هنعمل يوزر جديد. زي ما قلنا ان انا لازم يكون عندي يوزر على الجهاز دوت، وطبعا احنا كنا عملنا يوزر قبل كده لما كنا بنتعامل مع السيكوريتي، وقلنا ان احنا عندي نوعين من السيكوريتي. في عندي ويندوز اوثنتيكيشن سيكوريتي وسيكوال سيرفر اوثنتيكيشن. وقلنا ان احنا لما كنا بنتعامل مع الويندوز اوثنتيكيشن شفنا ازاي بنعمل يوزر. انا هعمل هنا يوزر هسميه مثلا وقف، وهديله باسورد. زي ما قلنا لازم اليوزر اللي انا هستخدمه في الريموت ديسكتوب لازم يكون لي باسورد، ما ينفعش ان انا استخدم افتح بالريموت ديسكتوب على يوزر ما يكونش لي باسورد. انا قفلت، انا مش عايز اليوزر. هنا بيقول لي يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوج اون، يبقى لازم لو علمت عليه لازم اليوزر يغير الباسورد بتاعته لما يجي يفتح الجهاز. وهنا علمت على ويندو باسورد نيفر اكسبايرز، انا مش عايز الباسورد دوت ينتهي، فعشان كده علمت على اليوزر دوت على الاختيار دوت، وقلت له كرييت. كده عندي بالفعل انشا لي يوزر. دوس دبل كليك على اليوزر عشان هضيفه دلوقتي في مجموعه الادمنستريتورز. اوكي كده انا ضفته في مجموعه الادمنستريتورز. تاني حاجة دلوقتي ان انا هدي امكانية، هقول للبرنامج دوت او هقول للويندوز ان انا عايزك تشغل الريموت ديسكتوب. زي ما شفنا دوسنا على ماي كمبيوتر كليك يمين وبقول له ريموت، ادي الاختيار او اللي هو التاب اللي هو ريموت.
وبقول له allow user to connect remotely to this computer، بعلم عليه وبقول له اوكي. طبعا انا دلوقتي بما اني عملت يوزر جديد، انا عايز دلوقتي اليوزر دوت اديله برضو صلاحية ان هو يخش على السيرفر بتاعي هنا في المايكروسوفت في السيكوال سيرفر، علشان لما اجي اخش منه على الريموت ديسكتوب واجي افتح السيكوال سيرفر اقدر ان انا ادخل عليه يكون عندي صلاحية ان انا اشتغل على السيكوال سيرفر، ما يقوليش انت ما عندكش صلاحية للدخول. او ممكن طبعا ان انا اخش بالسيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، ولكن انا هعمل له هعمل لليوزر دوت صلاحية كاملة على السيرفر دوت. كده انا اديت اليوزر وهديله الرول بتاعه، هقول له ان دوت سيستم ادمن. اوكي نقفل السيكوال سيرفر. كده انا خلصت الجزء الخاص بالسيرفر، خلصت الجزء الخاص بالسيرفر، فاضل ان انا اخش اللي هو الويندوز 7 الويندوز اكس بي، فاضل ان انا دلوقتي اخش من الجهاز الكلاينت على السيرفر، من الجهاز اللي هو الويندوز 7 عايز اخش منه على السيرفر اللي هو الويندوز اكس بي. باجي من هنا اول بروجرامز اكسسوارز، وبلاقي عندي ريموت ديسكتوب كونكشن، بدوس عليها. عندي هنا ممكن ان انا ادخل بالنيم بتاع الكمبيوتر، وممكن ان انا ادخل بالاي بي. انا طبعا حطيت الاي بي، كنت بجرب قبل كده فحطيت عندي هنا الاي بي موجود، هقول له كونكت. هنا بيسالني بيقول لي انت فعلا يعني حاجه زي رساله تاكيد، بقول له يس. كده ادي بالفعل فتح لي الجهاز. هنا طبعا بيسألني اليوزر نيم، هقول له وقف. الباسورد هحط له هنا الباسورد. اوكي هنا بيقول لي ان في يوزر تاني، ما ينفعش ان اتنين يوزر في نفس الوقت يخشوا على نفس الجهاز، الا لو انا واخد من مايكروسوفت جايب جهاز متعدد السيشنز متعدد اليوزرز، ممكن ساعتها يعني جايب طبعا ويندوز اسف، يعني لو انا ممكن بروح عند مايكروسوفت شركه مايكروسوفت وبشتري اكتر من يوزر علشان يتعاملوا مع الجهاز في نفس الوقت. في الحاله ديت لو انا عملت كده يبقى انا اقدر دلوقتي ان انا ادخل اكتر من يوزر في نفس الوقت، انما لو انا عادي جايب النسخه العاديه اللي هي انا عندي يوزر واحد، يبقى انا لازم هيسالني دلوقتي بيقول لي انت هتطلع اليوزر اللي موجود موافق؟ قلت له موافق، هلاقي ان هو عندي دلوقتي في الجهاز الاصلي بقى في السيرفر، ادي كده بيطلع وعمل لوج اوت، عمل لوج اوت للادمنستريتور اللي هو اصلا كان داخل على الجهاز الاصلي علشان يدخل لي الجهاز اللي هو الريموت ديسكتوب او اليوزر، يبقى طلع اليوزر اللي كان شغال على الجهاز علشان يشغل دلوقتي اليوزر اللي هو هيشتغل عليه بالريموت ديسكتوب. وطبعا لو اي حد جه دلوقتي على الجهاز السيرفر او من على اي جهاز في الشبكة وعمل نفس الخطوات ديت ريموت ديسكتوب، او لو حد قاعد على الجهاز وفتح اي يوزر عنده على الجهاز، هيسحب برضو مني الشاشة وهلاقي الشاشة عندي عملت لوج اوف. ادي بالفعل كده عندي ادي الشاشه بتاعتي طلعت، اللي انا دلوقتي او اليوزر دوت اللي هو وقف اللي هو شاشه وقف او شاشه اليوزر اسمه وقف، هقول له دلوقتي
ابدا دلوقتي ان انا اشغل السيكوال سيرفر. ادي كده السيكوال سيرفر فتح قدامي على الشاشه على الديسكتوب، وممكن دلوقتي ان انا بعمل له كونكت. ادي زي ما احنا شايفين فتح لي السيرفر بجميع الداتا بيزز اللي موجوده فيه. اقدر دلوقتي ان انا اتعامل مع الداتا بيزز زي ما انا عايز. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.